ارتفع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 12.4% خلال شهر مايو الماضي، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية بلغ 105.64 نقطة مقابل 94.29 نقطة في أبريل نتيجة ارتفاع نشاط صناعة المشروبات، وذلك لزيادة الطلب مع دخول موسم الصيف، وصناعة المنتجات الغذائية، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.